مساء الخير على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان، ولقاء بيتجدد وحلقة جديدة من برنامجكم هي ومي. هنكون معاكم كل يوم على مدار صوم أمنا العذراء مريم من الساعة 1 للساعة 2:30 ظهرا. يسعدنا دايما متابعتكم لينا. خليني أقول لحضراتكم فقراتنا النهاردة متعودين بتكون معانا فقرات مميزة جدا. فقرتنا الأولى يعني كتير من الأمهات بتتعرض يعني طوال فترة الصيف إن ولادها بيكون عندهم أمراض جلدية. كمان مش بس الأطفال، الكبار كمان بيكون معرضين لأمراض جلدية طوال فترة الصيف. هنعرف إيه أشهر الأمراض دي؟ يعني بنسمع حمونيل، الجديري المائي، يعني أمراض كتير جدا. هنعرف إيه هي الأمراض دي وإزاي نقدر نعالجها؟ كمان في حالة إن إحنا طبعاً في الصيف بنروح مصايف وبنتعرض للشمس بشكل كبير جداً، في يعني أطفال مش بتستحمل الشمس، ممكن يحصل لها حرق. هنعرف إزاي نتعامل مع كل الأمراض الجلدية، وهنعرف تفاصيل أكتر عن أبرز وأنواع الأمراض الجلدية مع ضيفتنا اللي هتشرفنا وتنورنا في الاستوديو النهاردة، دكتور إيناس فايز، استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الطاحونة. هنستنى تليفوناتكم ورسائلكم على الواتساب لو حابين يعني تعرفوا أي حاجة خاصة بالأمراض الجلدية لولادكم، وكمان لأي حد بيعاني من أي مرض جلدي طوال فترة الصيف. فقرتنا التانية زي ما احنا متعودين بتكون ركن المطبخ اللي بتهتم بيه كل السيدات والبنات اللي في البيوت. هنتكلم النهاردة عن أكلات، أو هنعرف أكلات مميزة جدا. هنعرف الشلولة وبتتعمل ازاي. ناس كتير ما تعرفش ايه هي الشلولة، وهنعرف أصل الأكل ايه، وهنعرف ايه هي والمقادير بتاعتها طبعا، وكمان هنتكلم ونعرف ايه ممكن نقدمها أو مخللات أو حوادق يعني ناكلها مع الشلولة. الحلو عندنا النهاردة معجنات بكل أشكالها. هنتكلم ونعرف عن طريقة عمل المنين بالعجوة واللذيذة، إيه هي اللذيذة وبتتعمل إزاي ومقادرها. هنعرف كل ده من خلال شيفاتنا النهاردة مدام نوال فهمي ومدام منال رفعت، شيفات حلو وحادق، يعني أكلات مميزة جدا. هنعودكم دايما نطول حلقاتنا يكون معانا أكلات مميزة جدا. هنروح لفاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا. استنوا